ما حكم فتح محل تجاري باسم شخص آخر كقريب أو أخ، حيث إنني موظف ولا يسمح لي بذلك؟ لا يجوز هذا، ما دام ما يسمح لك ما يجوز الكذب والاحتيال على ولي الأمر، هذا معصية لولي الأمر، لأن له ولي الأمر له ملحظ في هذا، يريد أن الموظفين أنهم يتفرغون لأعمالهم الوظيفية، وأيضا علشان الناس ما يحابونهم لأنهم موظفين علشان يخلصون معاملاتهم، فولي الأمر له ملحظ حسن في هذا، فإما أن تختار الوظيفة وإما أن تختار العمل الحر، أما أنك تجمع بينهم فهذا معصية لولي الأمر ولا يجوز، ولا تجعله باسم غيرك لأن هذه حيلة وكذب. نعم.